يمكن النادي الاهلي وصل للنهائي 13، دي المره ال 13 صاحب النهائي، صاحب الرقم القياسي في الوصول لنهائي النادي الاهلي 13 مره، مقارنه بنادي الزمالك 8 مرات. النادي الاهلي الوصيف في البطوله 4 مرات، يعني النادي الاهلي وصل للنهائي 8، اخذ البطوله، وصل للنهائي دي المره 13، يعني كان 12 مره قبل كده بالظبط، يبقى اخذ اللقب 8 مرات وهو وصيف 4 مرات، خسر النهائي 4 مرات. اما نادي الزمالك وصل للنهائي دي المره الثامنه، يعني قبل كده في 7، اخذ البطوله 5 مرات وده الوصيف في مرتين، يعني خسر النهائي مرتين. فده يمكن مقارنه كده سريعه ما بين ارقام. لو استعرضنا ارقام النادي الاهلي في البطوله على او نادي الزمالك برضو عشان نبين النادي الاهلي اداؤه برضو كان نوعا ما كان افضل، ولكن نظل نقول ان الفرص متساويه دايما. النهائيات تكسب ولا تلعب، ده حقيقي الاخر مظبوط، انت لان التاريخ هيفتكر اللي فاز بالبطوله مش باللي لعب، مش اللي بيلعب احسن، مش يعني اللعب احسن يعني الاداء، يا رب ان شاء الله الاداء والمكسب، لكن انت دايما بتفتكر البطل حتى لو اخذتها بركلات الترجيح. ده حقيقي، ده حقيقي. النادي الاهلي لعب 14 مباراه والزمالك طبعا لعب 14 برضو، النادي الاهلي كسب اكتر 10 مباريات مقابل 8 للزمالك، الاثنين اتعادلوا 3، النادي الاهلي اقل خساره خسر ماتش واحد بس مقابل الزمالك خسر 3 مباريات. النادي الاهلي اقوى خط هجوم وده رقم قياسي، 34 هدف في 14 مباراه في البطوله، اما نادي الزمالك مسجل 27 هدف. الاستقبال النادي الاهلي الاقوى خط دفاع برضو 6 اهداف استقبال دخلت شباكهم بس، ونادي الزمالك 9. الجدول ده دكتور عندنا يعني الارقام متقاربه الا طبعا الاهداف، يعني النادي الاهلي سجل 34 مقابل الزمالك 27، ففي 7 اهداف فرق، وعلى مستوى الدفاع طبعاً كمان في كمان، والنادي الاهلي الاكثر فوز كمان، النادي الاهلي الاكثر فوز، الاقل هزيمه والاقل خساره، الاكثر تسجيلا للاهداف، الاقل استقبال للاهداف، افضل يعتبر يعني افضل دفاعا افضل هجوما، وعلى مستوى العدد عدد مباريات الفوز الاهلي هو كان الافضل، هو الافضل. عشان كده بقول لحضرتك يمكن النادي الاهلي كفته ارجح سنه، بس ما نقدرش نقول دي لان تظل في النهائيات لا اللي بتبقى الفرص متساويه، وبتبقى على حسب ظروف الماتش، وعلى حسب هل المدرب هيكون موفق ان شاء الله في المباراه دي ولا لا، على حسب ليها تفاصيل صغيره بتفرق في النهائيات.